ليه مش بناكل عادي؟ هتقولي طب ما هو انتي تخنتي 10 كيلو. انا تخنت، انا اوبيس، انا ست عمامي واهل ابويا وكده تخان، انا مولوده بتخن من اي حاجه وصعب جدا اخس، انا مريضه سمنه، انا اعترف انا مريضه سمنه. دكتور اسامه لما بيقولي ان شاء الله هتخسي و و و و لسه مكلمه امبارح قال لي لا طب ناخد دواء، لا طب ناخد حقنه، لا طب انا مريضه سمنه ولو سبت نفسي هتخن جدا 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 جدا. فمتعقده من الموضوع ده ومش عايزه الناس تنساه.